ولنقاش ملف الأزمة الإنسانية في اليمن وتفاقمها مع تفشي فيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث المتخصص بالشأن اليمني عادل الحامدي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا وأسعد الله يومكم ويوم المشاهدين الكرام. في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن، ما الذي يمنع تدخلا أمميا أو دوليا لإيصال المساعدات الإغاثية؟ طبعا في البداية يجب التأكيد مجددا والوقوف إلى جانب الأوضاع الإنسانية البائسة حقيقة في اليمن، والقول بأن هذه الأوضاع يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي جميعا. الأوضاع في تعز كما تشير إلى ذلك، كل التقارير وكل نداءات الاستغاثة من مختلف المستشفيات والمسؤولين المباشرين على قطاع الصحة في تعز يؤكد أننا أمام كارثة إنسانية حقيقية، وأن التصريحات والوعود التي أطلقها قادة العالم بما في ذلك الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في اليمن لم تؤدي إلى حد الآن إلى الغاية أو الهدف المنشود منها، كما أن المبادرة التي أطلقتها أيضا المملكة العربية السعودية باعتبارها تقود التحالف في اليمن أيضا لم تؤدي إلى الهدف المنشود منها. الأوضاع في اليمن أوضاع كارثية بامتياز، والأوضاع الصحية والإنسانية غاية في السوء، وتحتاج إلى جهد دولي ربما كبير للغاية لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها الكارثية على اليمنيين. أستاذ عادل، إلى أي مدى ساهم رهن الحل السياسي في اليمن بالأوضاع الإنسانية وتطورات العسكرية على الأرض، وساهم في تدهور أوضاع المدنيين؟ طبعا نحن نعلم بأن الحروب نتائجها في كل الأحوال هي نتائج كارثية، ليس فقط الضحايا ليسوا هم فقط أولئك الذين يموتون في الواجهة أو أولئك الذين يواجهون آلة الحرب أو الذين يتصارعون بالسلاح في ساحات المعارك، وإنما الذين يدفعون الثمن الحقيقي هم أولئك المدنيون العزل الذين يعيشون تحت حصار مطبق من قوات التحالف، ويعيشون أيضا تحت الخوف الدائم من الصواريخ والطائرات التي تطلق عليهم أسلحتها في كل وقت وحين. وقد انضاف إلى هذا الخوف وهذا الهلع وهذه القضايا انضاف إليهم الجائحة التي لا زالت تحصد أرواح آلاف من البشر في مختلف أصقاع العالم. فإذا كانت الدول المتقدمة وهي مستقرة تجد نفسها عاززة على مواجهة هذا الوباء، فما بالك بدولة فقيرة أكثر من 80% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر ويعانون معاناة شديدة ويعيشون تحت المساعدات الدولية وهم تحت الحرب والقصف المستمر. الوضع في اليمن بالتأكيد كما قلت سابقا لا يتحمل مسؤوليته فقط الأطراف المتصارعون على الأرض، وإنما المجتمع الدولي الذي يقف إلى حد الآن عاجزا ليس فقط على وقف الحرب، وإنما أيضا على مساعدة اليمنيين العزل لمواجهة هذا الوباء العالمي. إنها وصمة عار في جبين الإنسانية أن يموت اليمنيون على مرأى ومسمع من العالم كله، بينما العالم المتقدم يتنافس من أجل الحصول على الوقاية وتلقيح الشعوب الأوروبية لمواجهة هذا الوباء. اليمنيون يستحقون الحياة، والعالم الثالث أيضا هم بشر مثل بقية البشر يستحقون الحياة، ويستحقون من المجتمع الدولي أن ينشغل بهمومهم وأن يوقف هذا الحرب أن يوقف هذه الحرب. وأيضا القوى المتصارعة في اليمن وعلى رأسها السعودية والإمارات أن توقف تدخلها وترفع يدها عن اليمنيين من أجل أن يتصارحوا ويتصالحوا ويوقفوا هذه الحرب ويواجهوا تداعياتها.
بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب، إلى أي مدى نجحت هذه الخطوة في وصول المساعدات أو المساعدات الإنسانية للمدنيين، باعتبار أن واشنطن بررت رفع اسم الميليشيا من قائمة الإرهاب بأنها لإيصال أو فتح الممرات الإنسانية؟ للأسف الشديد مرة أخرى تخطئ الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة مثل هذه. طبعا لا يمكن القول أو تبرير بأن الإدارة الأمريكية تمتلك هي أيضا زمام الأمور والحكم على الأطراف وتصنف هذا إرهابي وهذا غير إرهابي، فهذا أيضا أمر خاطئ. لكن قرار الولايات المتحدة الأمريكية لم يقدم ولم يؤخر شيئا في مجرى الصراع. الحل في الأزمة اليمنية حل سياسي بامتياز، ويستوجب أن ترفع الأطراف الإقليمية والدولية يدها عن اليمن حتى يتمكن اليمنيون من أن يتحاوروا فيما بينهم ويصلوا إلى النقطة السواء أو إلى الكلمة السواء من أجل وقف هذه الحرب وهذه التداعيات الكارثية، وأن يواجهوا الأوبئة جميعا، ليس فقط وباء كورونا وإنما أوبئة أخرى تنتشر بسبب الفقر وبسبب اللجوء وبسبب تراجع إمكانيات الحياة الحرة الكريمة في مختلف أنحاء اليمن. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث المتخصص بالشأن اليمني عادل الحمدي، حدثنا عبر الهاتف من لندن.